ولكن باقي في طور النقاش لينا تكون دوا ان شاء الله كبيره اللي غيكون ان شاء الله اخر اسبوع الحالي يقدر تكون واحد الدواء في الرباط لبسط مجموعه ديال الظواهر ومجموعه ديال 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 الاشخاص اللي يكونوا واحد الشبكه. صوروا معايا الاخوان بعد الدواء بعد الوقفه اللي درنا برئاسه النيابه العامه نفاجئوا بعض المشهرين هم يمارسوا التشهير داروا ندوا في الدار البيضاء وجابوا لنا واحد الاستاذ ما عرفني جابوه واحد المدوخ جابوه يصفوا هذوك المغاربه اللي داروا وقفه قدام رئاسه النيابه العامه تيوصفهم انهم ميليشيات وهذا هبيل. انا تنقول لي انت هبيل واش المغرب فيه الميليشيات؟ واش عرفتي شنو المصطلح ديال الميليشيات؟ واين تتواجد الميليشيات؟ تكون في دول بؤرطه وطور ودول اخرى ما فيها قانون ودول اخرى لا يسودها الا نظام الاجرام. وتصور هذه الميليشيات هذا المدوخ بانت ليه هو هذه الجهات القضائيه اللي في رئاسه النيابه العامه وهاد الشرطه وهاد المسؤوليه كانوا تما ما تيشوفوش الميليشيات ما شافوش الميليشيات اللي شاف هو واعتبر المحامون اللي حضروا معنا في الوقفه ميليشيات واعتبر الامهات اللي حضروا تما ميليشيات واعتبر الحقوقيين اللي حضروا تما ميليشيات وتيفرق وتوزع وتيقول لك اودي هادو راه مشاو سطرو مجموعات من الخطوات وبغوا يشتغلوا على عرض قال لك كانوا يشتغلوا في العالم الافتراضي ودابا حاليا قال لك قسموا الادوار فيما بينهم ميدانيا. هاد الاستاذ هذا شبهني بداك واحد الفيلم ديال عادل امام قلت لي خويا عشوي هذا هاد الاستاذ فكرني في واحد الفيلم ديال عادل امام ديال مورغان احمد مورغان تيكون عنده الفلوس وتيكون مسكين ما قاريش وتيزيدوه ولادو يقرا وفاش يدخل للكليه تيبدا تيتعرف مع ذوك رفاق السوء وتيشري الدبلومات وشي مره جاب شي ندوه تما وبغى يحرجوه وطلع ذاك الندوه وقال لهم ذاك البيت الشعري ديال الحلزونه يما الحلزونه. هاد الاستاذ ديال البارح اللي وصف المغاربه بميليشيات هو الاستاذ الحلزونه يما الحلزونه والله العظيم بالله ينطبق عليه. الرجل المدوخ جيبوا لك جوجل وتيقرا عنا وقال لك مزرعه القزم واش كاين شي قزم قدك توصف المغاربه انهم ميليشيات وعرفتي المغرب بين الضم كاس العالم في 2030 وعرفتي ان كاين دول معاديه تقطع هذا المقطع وتروجوا في جرائد دوليه استاذ جامعي قال لك كاين ميليشيات في المغرب. تصور معايا كاين يهود مغاربه مستمرين وكاينين مغيله مستمرين ماشي ضربتي السياحه ماشي داز زعزع استقرار ديال المغرب. الميليشيات كاينين فين؟ قدام رئاسة النيابة العامة. شكون قالها؟ قالها الأستاذ الحلزونة. جابوا شي جمعيات بسما ولا نسما ولا شنو هي هذيك وجابوه تما وتيجيب ليه فمه قول. شوفوا الإخوان ماذا يقع في هذا المجتمع. شكون حداه؟ حداه واحد المحامي معروف مروسي بوات. لما جناه من الحوالات المالية تسمت عليه مروسي بوات. تيتكلم حتى هو قال لك تشير. والشبكه الاجراميه هو داير تما شبكه هي هو بوحدو شبكه هو اللي دخلنا الشاد المثلي اللي طعن في الملك وهو اللي دخلنا داك محمد تحفه اللي طعن في الملك والمسؤولين وهادو هما المكلفون بالمهام القادره. تنمشيو تنحرجوا مجموعه ديال الفاسدين ونمشيو معاهم القضاء حتى نوصل معاهم الخطوات الاخيره النهائيه ديالهم وفي الاخر تيجيب لك شي واحد مسارح مدوخ ما عرف والو وتيقول لي قعد امبير ويشي واحد من جوجل وتيقعد وتيتكلم. وجا واحد قال لك اودي المغاربه راه يوقفوا قدام رئاسه النيابه العامه ميليشيات. واش هاد الاستاذ مدوخ؟ واش هاد الاستاذ ما لقاش اللي للاسف قال لك حينما تسند الامور الى غير اهلها فانتظر الساعه. الاستاذ الحلزونه يصف المغاربه والامهات الذين احتجوا أمام رئاسة النيابة العامة حنا بالميليشيات. هاد الأستاذ الحلزونة اللي قال عادل إمام يما حلزونة يصفنا اللي حنا دخلنا مشينا درنا وقفة احتجاجية ودخلنا للمسؤولين برئاسة النيابة العامة
واعطيناهم وثائق الشكايات بالميليشيات. واش الميليشيات بغات تدخل رئاسه النيابه العامه تهضر مع المسؤولين؟ شو هاد قله الحياه وشوف هاد الاميه وهاد الجهل فين وصل. تيتكلم انسان وقع ورقه تيقراها وتيعاود يقرا اخرى يقرا فيها النص ويجي الورقه الاولى وتيفرق مزرعه القزم. شو هاد المصطلحات يجيبوهم على اين؟ اللي تعرفوا الاخوان ان ندوه ان شاء الله تكون يوم السبت المجي في مجموعه ديال المنظمات الحقوقيه اللي انخرطات، منظمات جاده ومنظمات شريفه، ماشي شبكه ديال التشهير، ماشي نصابه، ماشي محتالين، ماشي ناس اللي بايعين الدم ديالهم، ماشي ناس اللي عديمي الضمير. الازمه اللي كاينه ازمه، كاينه ازمه ضمير. المجتمع المغربي الان يعاني من ازمه ضمير وازمه اخلاق ومن سكتة قلبية، من تواري المثقفي الأنظار، تواري المثقفين الأنظار فيما الجهل والإماعات بل على السطح. هذا الجهل بحال الأستاذ الحلزون هذا اللي جات من الدول البارح وتيقول لك الميليشيات، والراجل مسكين ديال كرافطة بحال ذاك اللون ديال الريبي جميلة، ما عرف كاع اش واقع، عطاه ورقة وجيب بها فمه وقول. بالتالي يجب على الجهات الأمنية القضائية أول حاجة تفاعل مع الشكايات ديال المواطنين للتشهير، كذلك يجب على القوى الحية ألا يبقوا في الخلف، خصهم يبانوا. راه المجتمع والقوى الحية هما البرلمانيين، هما السياسيين، هما الدكاترة والأساتذة الجامعيين، هما المثقفين، هما الناس اللي تيناقشوا واحد النقاش صحي يخدم المصلحة. أما الصمت فإنه لا يخدم إلا الحقد الدفين، تيولي المغربي ما عرفتيش كيف يفكر. تصور معايا ان المغرب حاليا كلشي ساكت، حتى الدوله حاليا ما عرفاش المغاربه اش يفكروا. تدخل شيوخ في احتجاجيه ما عرفوش بغيو يديروا لها كاع الناس. خص يكون على الاقل ذاك النقاش، نقاش صحيح. اشنو بغينا؟ اشنو بغينا؟ وانا شفت في الرباط حسوا لك شي مرصد وطني للتشهير، وهذا المرصد الوطني للتشهير هما يرتكبوا التشهير، هما نيت في مواقع ترتكبوا اقبح تشهير، تيشهروا بينا وتيقول تنديروا بيديروا المرصد الوطني للتشهير بحال شنا شي عاهره. حاجه وجه الاخوان تمارسوا الذعر او العهر، ومشيت ما طلعنا لذاك المحراب ديال الجامع يوم الجمعه، طلعنا لذاك المنبر وقلنا لها فتي يا عباد الله الفتوى ديال الخطبه ديال الجمعه. شو هاد المصيبه؟ هاد الناس اللي نصابا هما يتهمون الاخرين بالخونه. دابا ولا شي تيخون شي، لغه الخيانه ولات مستباحه. يوسف كلمات انت خائن، يوسف كلمات اخر خائن، شي تيخون شي. بالتالي يوم السبت ان شاء الله تكون واحد الندوه اللي غنبسطوا فيها مجموعه ديال الامور، ونعلنوا لنا واحد البيان ختامي اللي فيه مجموعه ديال المحطات النضاليه لمواجهه زمرة الفساد والمفسدين. وشكرا لطاقم نيشان الان.